للمزيد من النقاش وتحليل حول ذلك من باريس ينضم لنا الكاتب والباحث السياسي السيد محمد كلش. أهلا بك معنا سيد كلش في هذه الساعة على سكاي نيوز عربية. إيطاليا وفرنسا وألمانيا يؤيدون، أهلا بك دوما، ويؤكدون الدعم الكامل لفرض عقوبات على حماس ومؤيديها. كيف تنظر إلى هذه المواقف خاصة مع ما يقال إنه انقسام أوروبي يزداد حدة حول استمرار من عدم استمرار العمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة؟ طبعا بداية ممكن القول أن الانقسام موجود وهو واضح، لكن الموقف الفرنسي الإيطالي الألماني اليوم وفي القلب منه بشكل خاص الفرنسي يبدو أن المقصود منه بشكل محدد هو التوازن في الموقف الأوروبي من حرب غزة، هذا على المستوى الداخلي الفرنسي، لكن أيضا على المستوى الأوروبي. عانيت حين تدين فرنسا ومعها دول أخرى، أربع أو خمس دول أخرى، بشكل واضح ما يقوم به المستوطنون المتطرفون من اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، أقول إدانة حين تدين بالمعنى الكامل للكلمة، وأيضا تعبر عن استيائها الشديد من مقتل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين، من المدنيين الفلسطينيين خلال هذه الحرب على يد الجيش الإسرائيلي، لابد هناك يبدو من توازن قد يعبر عنه بهذا الموقف الأوروبي الثلاثي الإيطالي الفرنسي الألماني الداعي إلى فرض عقوبات على حماس. ما المقصود بهذه العقوبات؟ حماس معتبرة بالأساس منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك عقوبات يمكن وصفها بتحصيل حاصل. بالضبط، يعني ما الذي ستضيفه اليوم يعني هذه الخطوة سيد كلش على التصنيف بالضبط السابق وما تلاه حتى من عقوبات ما زالت قائمة ضد حماس من الاتحاد الأوروبي؟ أعتقد أن أكثر ما من الناحية العملية أكثر ما يمكن أن يضيفه هذا الموقف أو هذه العقوبات هو إضافة أسماء جديدة لقادة حماس أو لمسؤولين من حماس أو متعاونين مع حماس لم تكن موجودة أبدا، لم تكن بارزة قبلا، لكن العقوبات هي تحصيل حاصل ومفروضة أصلا، لكن أيضا يمكن أن يذهب هذا الموقف في السياق الغربي الداعم لإسرائيل وتحديدا الأمريكي البريطاني. نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قبل أيام عديدة فرضت ثالث حزمة عقوبات على حركة حماس، فيما الاتحاد الأوروبي كان أو عدد من دول الاتحاد الأوروبي كان يعبر عن استيائه من مقتل هذا العدد الكبير من المدنيين الفلسطينيين. يبدو أن الأوروبيين الذين يدعون اليوم إلى فرض عقوبات على حماس يعني يريدون من ذلك إقامة هذا التوازن في الموقف من إسرائيل وطبعا من حماس، أن الاستياء من إسرائيل وأن الإدانة لما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون لا يعني دعما لحماس. تؤكد الدول الأوروبية التي أخذت هذا القرار أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وهي تبقى منظمة إرهابية بالنسبة إلى دول الاتحاد. طيب سيد كلش، الموقف الفرنسي تطور من الإدانة الكلية لحماس بل والدعوة لإنشاء تحالف دولي لحربها على غرار ما كان ضد داعش إلى لغة متوازنة نوعا ما، تدين حماس وتدين ما يقوم به المستوطنون وتقول حتى أن هجمات 7 أكتوبر ليست مبررا لعقاب جماعي للفلسطينيين، ويفهم من ذلك الاستجابة الفرنسية لحجم ضغط الرأي العام والضغط الشعبي، ولكن كيف نفهم الموقف الألماني الآخذ في تطور؟
طبعا فرنسا تجهد يعني تقوم بدور محوري مهم على المستوى الأوروبي وعلى المستوى الدولي، وهي تستمر في دعوتها إلى ضرورة وقف حصول وقف إطلاق نار، يدعمها في هذا الموقف ولو بشكل غير مباشر الدول الأوروبية الأربعة اليوم، وهي إسبانيا وإيرلندا ومالطا وبلجيكا، التي دعت إلى وقف لإطلاق النار دائم لوقف المجزرة، قالتها بكل وضوح، لوقف هذه المجزرة. طبعا المقصود مقتل هذا العدد الكبير من المدنيين الفلسطينيين. أعتقد أن هناك تيار آخر داخل الاتحاد الأوروبي، عدد دول أوروبية التي تعبر عن استيائها من مقتل هذا العدد الكبير. أسبانيا وأيرلندا وبلجيكا يزداد أكثر وأكثر، ومالطا، هذه هي الدول التي تشير إليها سيد كلش، وهذه الدول تطالب الآن بهدنة دائمة، بل أبعد من ذلك إقامة مؤتمر دولي للسلام يبحث إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية. هل يمكن أن تكون هنالك استجابة دولية لهذه الدعوات، وأين يمكن أن تصل؟ يعني قبل دقائق فقط تحدث مراسلنا عن رفض إسرائيلي تام حتى لنقاش فكرة حل الدولتين. يعني المشكل، يعني المشكل على المستوى الدولي، الكل متفق على بما في الدول الداعمة لإسرائيل بغير حدود، يعني عليه بشكل محدد الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأكبر بغير حدود وأكثر من دعم، ممكن القول كل هذه الدول متفقة على ضرورة حل الدولتين، الكل عمليا متفق، الدول الإقليمية، دول العربية، دول الغربية، دول العالم متفقة على موضوع الحل عبر حل سياسي يتمثل بقيام الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، لكن المشكل في التطبيق، المشكل أن لا أحد يعرف الطريقة التي يمكن الوصول بها إلى هذا الهدف. كما يقال الهدف واضح، لكن كيفية الوصول إلى هذا الهدف غير واضحة. وطبعا الموقف الإسرائيلي دون أن يعني أن يفسر كلامي على أنه اتهام أو غير اتهام لإسرائيل، الموقف الإسرائيلي واضح بالنسبة إلى قيام الدولة الفلسطينية كما تفضلت في الكلام. نعم، من باريس الكاتب والباحث السياسي سيد محمد كلا، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها.